إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحلقة اختارت لكم شخصية رياضية من زمن التتويجات والأفراح، غادي نتكلموا فيها على واحد من الرياضيين الكبار اللي عرفتهم كرة القدم المحلية والوطنية. هو كيوصفوه بصخرة الدفاع وصاحب المراوغات البديعة، كيوصفوه كذلك باللاعب الأنيق والجلاد الحريري في آن واحد، إنه عبد الغني المنصوري. شاهدوا معي هذه اللقطات من مباراة كأس العرش 1965 الكوكب ضد الرجاء ونكملوا الحديث. محمد راوة وراوة سعيد وصيب كرة المنصوري. المنصوري يعرف الكرة تيب تسمن بعد الفنيات عند اللعبة علما بأنه حتى تذكروا ريسونترال تذكروا اللعبة التي تدربوا بين 12 جوج ساعة وماشي نفس الإمكانيات اللي كاينة دابا. هو من موارد مدينة مراكش سنة 1942 هم الزاوية العباسية درب الشبوك، صار وجال في الميادين الرياضية المغربية بنكرة نتات ونخواق لا ناظرة. كانت بداية المشوار الرياضي ديالو مع فريق العالم الرياضي المراكشي، ووقع أول رخصة لهذا الفريق سنة 1956، هذا التوقيع اللي صادف مرحلة الاستقلال أي استقلال المغرب، وجوروا في هذا الفريق كل من المرحوم مولاي عبد الرحمن الخالدي وغنيوات ضمن فئة الصغار إلى جوار بعض اللاعبين المرموقين في تلك الحقبة، كان مختار حميدة ومحمد وآخرون. جاءت مرحلة أخرى في حياة سعد غني، حيث انتقل لمدينة وجدة مع الأخ ديالو اللي كيشتغل هناك، وهو كيزاول دراسته إحدى الثانويات، شافوا أحد الأساتذة ديال الرياضة وتفرج فيه واقترح عليه الانضمام إلى فريق مولودية وجدة، وافق بدون تردد والتحق بالتدريب مع الكبار كبار فريق المولودية الوجدية طبعا تحت إشراف المدرب الكبير المرحوم بن إبراهيم. وبعد مدة نادوا عليه الانضمام إلى منتخب عصبة الشرق، توج معهم بالبطولة، ومن بعد سنة 58 أرجع لمدينة مراكش، وهو توقع نادي الشرطة المراكشي، وقضى مع الشرطة أيام زاية حيث حقق معهم الصعود للقسم الوطني الثاني، وبعد الصعود تغير اسم الفريق وأصبح فريق النجم الرياضي المراكشي. بعد تألق اتجهت له الأنظار التقنية، خصوصا أنظار مسؤولين على نادي الكوكب المراكشي في شخص السيد ناصر الفاسي السفير السابق رئيس الكوكب آنذاك اللي قنعوا بالانضمام للكوكب. وانطلقت مرحلة أخرى من حياته حيث لعب مع الكوكب 4 ديال السنوات، فاز معهم 3 ديال الكؤوس، موسم 1963 64 و65، وهنا لعب مع مجموعة من النجوم اللي كانت كتسخر بهم الكوكب المراكشي بحال المرحوم كريمو والمرحوم مولاي الحسن المرحوم الخالدي من الصالح أطال الله عمره حميمة الله يشافيه والكثير الكثير من النجوم. نسمع كيستحضر بعض الأسماء ديال ديك الفترة ونكملوا الحديث. الدراري كنا باقيين صغار، لعبنا صغار، وكان
خالدي والشاب وكريمو، وكنا حنا لا ديفونس في شكل، كنا تلعبوا اللعب ديال محمد وحمد كرينبا والحميمة وانا ومجموعة ديال اللاعبين اللي هما كانوا في مستوى. هذا المدة كنا احنا في شكل ولينا معروفين بزاف. تنتهي مسيرتكو الكروية مع الكوكب بعد ما تم انتقاله إلى مدينة الدار البيضاء، وكانت عدة اتصالات من الرجاء والوداد من اللي سمعوه استقر بالدار البيضاء وفضل هو الممارسة مع فريق الوداد. عايش عدد من اللاعبين الوازنين في الوداد آنذاك بحال حارس عبد القادر، العلاوي، الخلفي، الصحراوي، تيباري، عبد السلام بن المحجوب. أما على صعيد الفريق الوطني نادى عليه اللاعب النخبة الوطنية الأولمبية في موسم 1963، وكانت هذه الساعة أول تجربة له دولية، بالإضافة أنه لعب مباريات كثيرة مع المنتخب في مختلف التظاهرات الرياضية. وبعد ما تعرض للإصابة على مستوى الركبة اعتز لممارسة كرة القدم ولج عالم التدريب، درب كل نجم مراكش، مولودية مراكش من القسم الأول، وكان وقتها فريق كبير ومنظم وكيضم لاعبين كبار. ثم درب الكوكب فاز بوزيان، كنتمنوا ليه الصحة والعافية وطول العمر. وكنتمنى تكون رقتكم هذه الحلقة اللي كان الهدف منها هو رد الاعتبار لهاد الناس اللي عطاو كثير وما كنرضاوش ليهم يتنساو، وكذلك من أجل باش تتعرف عليهم أجيال اليوم. تحياتي لكم جميعاً.